مش انا فاكر ماتش اسكندريه 4-3 ده، فالاسماعيلي زي صن داونز كده. فانت النادي الاهلي بيعرف ازاي يكسب. سيبك تنقل ويعمل بس في لحظه انت عندك لعيبه عندها مهارات، والمهارات دي مش موجوده في فرق كتير. أيوه. يعني الجون اللي جابه طاهر اللي هنا في الماتش بتاع القاهره، الهدف الجون الاولاني. يعني الكره ناحيه الشمال، طاهر لسه ما جاش على فكره. يعني انا بشوف طاهر في حته تانية خالص، بحظه وحش. حاطط امل كبير جدا على طاهر. هو لعيب كبير. ايوه. ولعيب كويس قوي، بس هو حظه وحش ان في الاثنين ثلاثه اللي جنبه مش فايقين شويه. يا عم حسين شحات فوق شويه. حسين صعبان عليا قوي. يعني بس كويس ان قعد شويه، ان شاء الله هيرجع قوي قوي. تقول ايه لحسين؟ يعني حسين من اللعيبه الحريفه برضه. ما يحطش ودانه مع الناس، ما يحطش ودانه معانا. يا حسين انت لو مش لعيب كويس مش هنقعد ننقدك ونقول لك يا حسين لا انت عندك احسن من كده. بس حسين كان في المقصه. ويعني ايه حسين الشحات ده لما بيفوق بيفوق فرقه. يعني اخر جون بتاع الدحيل ده اللي هو انا بقيت اقعد ونط واقوم الجون بتاع فيه. اللي كده وكده ده كان الرجاء. ما دي حاجات. أيوه. الرجاء والدحيل والدحيل هناك. ما دي حاجاته. طب انت مش عايز تعملها ليه تاني؟ اعملها وتتقطع يا عم، ما تقلقش، بس اعملها حسسني. حسين دلوقتي بيروح يحمد على واحد ضد واحد، بيروح لافف وراجع. ما هو انت لعيب كوره، تعرف ان هو مش عايز. كان الاول يروح تك 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 ويعدي، تتقطع بقى يعدي، تخبط في رجله وتعدي. كان عنده الثقه، هو الثقه رايحه منه دلوقتي. اللعيب لما الثقه تروح منه يستعيدها ازاي يا كابتن محمد؟ بالظبط، يدوس على نفسه التمرين، يقفل ودانه. واحد ضد واحد هو عنده ميزه فيها، روح يا حسين، روح وتتقطع منك، ما يجراش، مالكش دعوه. بس روح، لو عدى مره واتنين الثقه هتيجي. دي هتيجي وهتيجي. انا فاكر كويس كنا في وسط لعيبه عمالقه، مش هقول اسمه، لعيب كوره ايه؟ حكايه في التمرين، حكايه في التمرين، لعيب كوره. فبقول له انت يا كابتن يعني لا شفتك بترمي صروف في ماتش ولا ما اجي لك انا صغير في السن، لقيتك بتحطها لي في رجلي. يقول لي انا بتشتم وانا قاعد على الدكه. فيا عم غلطوا انتوا مش مهم. هي دي الثقه. انا كنت اخد الكوره واروح. تتقطع بقى، ما تتقطعش، الجمهور يزوم عليا ما يزومش. تلعب لعبك يعني. لا تلعب بروح لعبك. اعدي من واحد واعدي، مره تيجي ومره اتنين تلاته بتتقطع مش مهم، بس حاجتي اللي انا بحبها. ايوه طريقتي.